هذا الموضوع ينضم معنا وعبر الهاتف السيد محمد العيساوي محامي وطني مدى المحكمة العليا، معنا عبر الهاتف. صباح الخير سيدي، مرحبا. صباح نور، تحية طيبة لكم وكل مشاهدين قناة شروق نيوز. أهلا بك سيد محمد عيساوي. اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، عدة محاكم على المستوى الوطني طبعا أصدرت يعني خلال 3 أيام أحكاما صارمة في حق كل من تم ضبطه في حالة غش أو مساعدة على الغش في هذا الامتحان المصيري. بداية، وأنت رجل قانون ومحامي، هل تشوف أن المشرع الجزائري تعامل بحزم يعني مع ظاهرة الغش وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات الرسمية؟ نعم، كان هناك يعني بالنسبة لقانون العقوبات الذي يعني نص على عقوبات صارمة، والمشرع الجزائري أقر يعني عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بالغش، خاصة يعني فيما يتعلق الامتحانات، امتحان البكالوريا أو غيرها، وهذا نظرا لهذه الظاهرة المستحدثة التي أصبحت يعني تمس بمصداقية يعني الشهادات والمنظومة التعليمية. إذن كان هناك يعني تعامل صارم مع هذه مع هذا الجنح التي أصبحت يعني تشكل يعني خطر يعني على كذلك يعني والعقوبات يعني صارمة بالنسبة لمرتكبين هذه الجريمة، وأخطر وبالنسبة للجرائم يعني العقوبة تكون يعني أشد بالنسبة للمنظمين والمؤثرين. بالنظر إلى العقوبات من 5 إلى 15 سنة، هل تشوف أنها كافية؟ إذا كان هناك ظاهرة يعني مستحدثة وخطيرة، كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة؟ يعني هذا يعتبر من المفترض أن تكون هناك يعني قبل يعني صدور القانون تكون هناك يعني ورشة عمل بالنسبة للخبراء وخاصة الأخصائيين، من أجل نشوف هل هناك نجاعة فيما يتعلق بإصدار هذه العقوبات يعني السالبة للحرية. إذا مشينا مع الطرح أنه الشخص الذي اؤتمن على هذه العملية وحسن سيرورة يعني تنظيم هذه الشهادة، يعني نقدر نقول بأن هذا الشخص راه يعني خان هذه الأمانة وقام بارتكاب أفعال يعني خطيرة، وخاصة أنه في السابق أنه كان العديد من المنظمين والمؤثرين ما كانوش يعني يأخذوا بعين الاعتبار خطورة وآثار مثل هذه العملية التي يعني تمس يعني تقريبا يعني مليون أو يعني عدد كبير من التلاميذ الذين يقومون بهذا الامتحان. إذا مشينا فيما يتعلق بالمنظمة، ولكن بالنسبة لي ربما الطلبة أو التلاميذ الذين يقومون بهذه الأفعال عقوبات يعني سالبة للحرية، ربما كان هناك حلول أنجع، وكذلك يعني يمكن كتكوين يعني كان هناك يعني نقدر نقول كان هناك يعني حلول أخرى من أجل أن تكون هناك هذه يعني محاربة هذه الظاهرة بالنسبة للطلبة. ومن المنظور يعني القانوني فهو هي عقوبة يعني صارمة جدا ضد هذه الطلبة، علما أنه الفعل هذا راه يعني مخالف للقانون، راه يشكل درجة من الخطورة، ولكن يجب أن نلقى حلول أنجع، ولما لا تكون هناك يعني عملية قبل ذلك، أن يعني تكون هناك عملية يعني تخصيصية من أجل يعني معرفة خطورة ومساس هذا الغش هذا بسيرورة العملية، وبالتالي يعني تكون هناك يعني حلول أنجع بالنسبة للتلاميذ يعني الذين يشهدون هذا الامتحان. وزير التربية الوطنية السيد محمد عيساوي بالأمس تحدث وقال أنه يعني تم تسجيل تراجع في ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات. في رأيك هل تشوف أن هذه العقوبات الصارمة هي اللي ربما خلات أنه يكون فيه تراجع لهذه الظاهرة؟
العقوبات الصارمة هي وسيلة من الوسائل، ولكن لا يمكننا أننا بالنسبة ل يعني وسائل أخرى يمكن لا يمكننا ما نأخذهاش بعين الاعتبار. أعطيك يعني على سبيل المثال، كان هناك العديد من الآراء أنه يقول لك بلي أن هذا عملية الغش اللي هو يعني فعل مخالف للقانون ومنافي لكل يعني المبادئ سواء القانونية أو يعني لمبادئنا يعني بالنسبة للشريعة الإسلامية. ولكن بالنسبة للمنظومة، المنظومة يعني التربوية التي تعتمد على وسائل الحفظ، هذا ربما سوف يؤدي إلى ربما يعني تشجيع الغش وإعادة يعني هذا العملية يعني تكون، ولما لا يكون هناك يعني المنظومة تكون مبنية على الذكاء. يعني هذا يعني هذا طرح يعني يمكن نتحدث عليه. كذلك يعني بالنسبة للردع هو يعتبر يعني حل بالنسبة للمؤطرين الذين تم ائتمانهم على حسن فيرورة هذه العملية، ولكن بالنسبة للتلاميذ كاين هناك حلول بيداغوجية تحسيسية من أجل أن يكون هناك درجة من الوعي من خطورة هذه الأفعال بالنسبة لذلك يعني التلميذ الممتحن أو بالنسبة للآخرين. وهذا يخلينا أننا نكسب يعني نوع من الوعي والثقافة بالنسبة لتلاميذنا اللي ربما يمكنهم أن يعني يخطئون في هذا العملية المعاقب عليها قانونا، ولكن يعني ننميو هذه الثقافة، وكذلك يعني يكون هناك يعني درجة من الوعي، وبالموازات تكون هناك يعني عقوبات يعني صارمة. هذا يخلينا أننا نلحق إلى نجاعة تامة وعدم الغش في هذه الامتحانات. أقصد أنه إلى جانب يعني العقوبات وطبعا لابد من حلول وإجراءات ربما لابد من تفعيلها للحد من هذه الظاهرة. بالحديث دائما أستاذ محمد عيساوي عن هذه الآفة التربوية، الفصل السابع طبعا في قانون العقوبات يتحدث بشكل واضح عن جريمة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات وما يحدث طبعا من تسريب للمواضيع والأسئلة الخاصة بالامتحانات، هي جريمة طبعا عقوبتها السجن. في رأيك هل تشوف أن هذا الأمر وهذه الظاهرة تمس بالبلاد وأيضا تهدد خلينا نقول مصير الأجيال؟ نعم، حقيقة جريمة يعني خطيرة كان يستهان بها في السابق، ويعني تمس بمصداقية يعني شهادات علمية بالنسبة للجزائر. كذلك يعني راهي تمس يعني العديد يعني عدد كبير من التلاميذ الممتحنين، يعني لا يختلف فيه اثنان من درجة خطورة هذا الغش اللي هو منافي للقانون ولكل المبادئ والقيم، يعني هذا متفق عليه. وكذلك يعني هذا ما خلى أن المشرع الجزائري أن يستحدث هذا القانون الذي يعاقب وبقوة، يعني بصرامة كما تفضلت، حتى تلحق يعني بالنسبة للمؤطرين والمنظمين اللي قوموا بهذا العمل حتى تلحق حتى 15 سنة يعني حبس نافذة، وهي عقوبة يعني صارمة. كذلك يعني بالنسبة حتى بالنسبة للتلميذ، يعني كان العديد من القضايا أي تم إيداعهم يعني في وهم يعني في تحقيق. إذن ولكن الإشكالية يعني المطروحة يعني نتفق يعني حول الخطورة، ولكن يجب أن نضع يعني آليات ردعية خاصة بالنسبة للمؤطرين والذين اؤتمنوا على حسن الفيرورة. ولكن نشوف يعني بالنسبة لعقوبات تكون عقوبات يعني جزائية، ولكن نأخذ بعين الاعتبار أنه يتعلق يعني بالنسبة للتلاميذ ربما إيداعهم في المؤسسة العقابية، هذا راح يحطم يعني كل يعني مستقبل. كذلك احنا هذا كذلك يعني هو تحديد بالنسبة للمستقبل لأجل إذا قمنا بالتلميذ اللي ربما أخطأ وربما غرر به قام بهذا الفعل المنافي وإحنا متفقين عليه، ولكن يجب نعاقبه
بعقوبة ملائمة. يعني هذا هو، وحتى بالنسبة للقاضي الذي لديه يعني السلطة التقديرية، يعني حتى بالنسبة لوقائع تكون من درجة من الخطورة، ولكن إذا أخذنا يعني كل الظروف المحيطة بهذا الفعل، يجب تسليط عقوبة تكون عقوبة ملائمة بالنسبة لذلك الطفل، ذلك التلميذ. وفي نظرنا يعني كحقوقيين أن تلميذ يعني يودع في المؤسسة العقابية، هذا مش ليست آلية وليس نجاح، وربما سوف نقوم بعملية عكسية لما هو مراد إليه، هو معنى وروح النص القانوني الذي جاء لمحاربة هذه الظاهرة. طيب، للغش عدة أنواع سيد محمد عيساوي، هل القانون ذكر هذه الأنواع وفصل فيها في قانون؟ نعم، بالنسبة لهذا الغش اللي هي عملية يعني كاين هناك الركن المادي، عملية الغش، إذا يكون هذا التسريب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يكون عن طريق النشر بالنسبة للأجوبة النموذجية وبالنسبة للأسئلة لشهادات يعني في مختلف الأدوار، ويكون هناك يعني يكون هناك عمل يعني عمل إيجابي، يعني عمل إيجابي بالنسبة خاصة بالنسبة للمؤثرين أو حتى بالنسبة للتلميذ الممتحن. ونشر هذه هذه يعني بالنسبة للأجوبة والأسئلة بالنسبة للامتحان عبر وسائل الاجتماعي أو كل وسيلة أخرى. احنا شفنا حتى بالنسبة لي كان هناك يعني أصبحت تمتهن يعني هذا الغش، هذا أصبح يعني يحترف يعني فيه، ويستعملوا تقنيات عن طريق البلوتوث، عن طريق يعني وسائل يعني تكنولوجيا. إذن هنا القانون كذلك يعني حدد استعمال هذه الوسائل من أجل النشر وأيضا قيام بهذا العملية الغش، ويعني هي عملية إيجابية، يعني فعل إيجابي، وبقيام بنشر هذه المواضيع خاصة عبر وسائل الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عيساوي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والتوضيحات. شكرا، بارك الله فيك. شكرا، يومك موفق، نتواصل دائما.